من أجلها عندما دنس المحتل التركي ومرتزقته أرض عفرين الغالية. ولكننا نعاهد شجرة الزيتون في عفرين، نعاهد أهلنا أننا قادمون أيها الطاغية التركي، وسنعيد لهذه الشجرة ألقها، وسننهل من زيتونها ومن كل المنظمات الدولية الأخرى أن تقف في وجه الاحتلال التركي وأن ينسحب من مناطقنا. أراد أم لم يريد؟ وسيأتي اليوم الذي نحتفل به في ساحة النصر في عفرين بوجودكم جميعاً.